الرئيس السيسي يلتقي مع الرئيس الوزراء الأردني في عمان ويؤكد التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين. البنتاغون ينفي رصد أي تهديدات داخلية قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. إصابات كورونا في العالم تتجاوز حاجز 95 مليون إصابة والوفيات تقترب من 2.5 مليون. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. وبدأت هذه النشرة مع زميلتي إيمان الحويزي، لك إيمان. شكراً لك دعاء. ومشاهدينا الكرام أهلاً بكم. بداية هذه الجولة الإخبارية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخاصاونة أوجه التعاون لتعزيز الجوانب الاقتصادية والسياسية المشتركة وكذلك جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وتطلع مصر لتعميق وتعزيز علاقات البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق. كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. كما شهد اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة. كما أشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة في مصر، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من القاهرة في هذا الإطار. كان الرئيس السيسي قد وصل بالأمس إلى عمان، حيث عقد مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات، ومثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وذكر المتحدث الرسمي أن رؤى الجانبين توافقت بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها للعاصمة الأردنية عمان بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وصول سيادته لعمان كان في استقباله الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، حيث عزف السلام الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرق. Thank you.
تأتي الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والأردن، فضلاً عن دورهما في القضية الفلسطينية باعتبارهما من الدول المحورية الرئيسية المعنية. كما تتناول القمة مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومجمل العلاقات بين البلدين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من عمان نبيل غيشان عضو مجلس النواب الأردني السابق. سيد نبيل، بعد التحية، الكثير من الملفات المشتركة بين مصر والأردن، وبطبيعة الحال أيضا هناك تاريخ طويل من العلاقات المتبادلة بين مصر والأردن. اليوم ونحن نتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن ولقائه بالملك عبد الله الثاني، نتحدث عن ملفات عديدة بالفعل تم الحديث عنها، الملفات الاقتصادية، السياسية، الصحية، مكافحة الإرهاب. تعليقك على هذه الملفات. يعني أنا أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم، وأعتقد أن هناك اهتمام كبير من القيادة في الأردن والقيادة في مصر ببلورة حراك عربي يسبق استلام الإدارة الأمريكية الجديدة. أنا أعتقد أن الأردن ومصر والإمارات والسعودية ورام الله أصبحت على قناعة يعني شبه مشتركة أو مؤكدة بأن هناك فرصة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة وهذه اللقاءات تأتي في إطار تهيئة الأمر أو تهيئة الأمور للإدارة الأمريكية الجديدة وتشجيعها على الاستثمار في الوقت من أجل أن يكون هناك دخول أمريكي في أو ضغط أمريكي في جلب الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. نعم. طيب سيد نبيل، ونحن نتحدث عن هذه الزيارة أيضا، في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأردني كان هناك أيضا الحديث عن عدد من الملفات، من ضمنها مثلا أوجه التعاون لتعزيز الجوانب الاقتصادية. دعنا نتحدث عن هذا الشق تحديدا، لأن بالفعل هناك الكثير من التعاون الاقتصادي بين مصر. نعم. والأردن. يعني أنت تذكري أنه يعني كان في هناك تعاون أردني مصري عراقي في قبل فترة في هذا الاتجاه على أساس الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الموضوع، وأيضا الطاقة اللي موجودة بالعراق والأردن، الخبرات الأردنية. كان يعني هذا الحوار دار أكثر من مرة بوجود القيادة من الدول الثلاثة. أعتقد أن مصر هي دولة محورية، ولا سلام ولا أيضا اقتصاد مستقر في المنطقة دون مصر. لذلك أعتقد أن اليوم مصر مهمة، واليوم القيادة المصرية أنجزت كثير حقيقة من الإصلاحات الاقتصادية، لأن أنت تعلمي أن المنطقة مرت بفترة غير مستقرة. لذلك أعتقد أن اليوم التركيز على هذه العلاقات هو تركيز مهم من أجل إنجاح المشروع اللي سمي مشروع الشام أو لا أذكر بالضبط، لكن هذا موضوع كثير مهم. واليوم نتحدث عن الغاز ونتحدث عن كل هذه القضايا في المنطقة. اليوم شكل المنطقة بدأ يتغير. أعتقد أن هناك تحضيرات من أجل أن يكون هناك عمل اقتصادي جديد بين الأردن والعراق وبين دول المنطقة. نعم، ما الأعمال الاقتصادية الجديدة التي من الممكن أن تكون موجودة في الأفق القريب العاجل سيد نبيل؟ يعني القضية الأساسية هي قضية الغاز، وأنت تعلمي أنه هناك أصبح نوع من الحلف لغاز البحر الأبيض المتوسط، ومع أن الأردن دولة غير منتجة للغاز
بشكل يعني عندها انتاج قليل قليل جدا، لكن هي دولة مستهلكة، واعتقد انه هذا هو الموضوع الاساسي. وانت تعلمي ايضا اليوم في منطقة البحر الاحمر هناك مشروع نيوم اللي هو المشروع السعودي، اعتقد انه هذا مشروع يهم الاردنيين ويهم المصريين ايضا، لانه دول مشاطئة لهذه المنطقة. أعتقد أن هناك الكثير من هذه القضايا، وأيضا قضايا العمالة في الأردن، هذه قضية مهمة، ولدينا يعني من الأشقاء المصريين أعداد كبيرة من العاملين في الأردن، ولهم قضاياهم ولهم كثير من الأعمال التي يقومون فيها لدعم الاقتصاد الأردني. أعتقد أن هذه قضايا كلها تم بحثها. وإذا لاحظت أن هذه هي الزيارة الوحيدة منذ عشرات السنين التي يمكث فيها ضيف مصري على هذه المستوى رئيس جمهورية وينام في عمان، يعني بمعنى هذه الزيارة أعطيت أهمية عليا لدرجة أنها أخذت يومين. يعني أن فخامة الرئيس سيسي نام في عمان، وهذه لم تحصل منذ سنوات طويلة في العلاقة بين البلدين. نعم، من عمان السيد نبيل غيشان عضو مجلس النواب الأردني السابق، جزيل الشكر لحضرتك. تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق على مر العقود الماضية، حيث تدعمها روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي. توافق سياسي واتفاق في الرؤى حيال العديد والعديد من الملفات، سمات تميز العلاقات المصرية الأردنية التي تدعمها روابط اقتصادية وثيقة وممتدة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي بين البلدين على المستويات كافة. على مدار عقود اتسمت العلاقات المصرية الأردنية بالتوازن، إلا أنها شهدت زخماً كبيراً خلال السنوات الست الماضية في ظل التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن حسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. حرص دائم بين الزعيمين على التنسيق والتشاور بشأن الملفات المختلفة يعكسه كثرة المباحثات التي يجريها الطرفان، سواء من خلال الزيارات المتبادلة أو حتى من خلال الاتصالات الهاتفية، لاسيما في ضوء تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة. مباحثات الجانبين لطالما عكست توافق الرؤى نحو أهمية تكثيف العمل على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما تتوافق رؤى الجانبين بضرورة التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع في سوريا وليبيا ودعم المؤسسات الوطنية مع وقف التدخلات الخارجية وزيادة التنسيق المشترك عربياً، والذي من شأنه فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي. التنسيق السياسي بين مصر والأردن يمتد ليشمل العراق في إطار المشاورات الثلاثية التي تجريها الدول الثلاث حول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب. إذن العلاقات بين مصر والأردن هي شراكة استراتيجية تعد نموذجاً للتعاون العربي يمكن البناء على ثوابتها لتحقيق التكامل بين دول المنطقة لما فيه خير الشعوب. استمراراً للدور المصري الكبير لدعم تطبيق الحل السياسي في ليبيا، تستضيف مدينة الغردقة الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا، وذلك برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 وحتى 21 من يناير الجاري. تتزامن الاجتماعات في الغردقة مع اقتراب إعلان البعثة الأممية بليبيا عن توافق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
حيث قدم الأخير التهنئة لرئيس البرلمان لفوزه بهذا المنصب. وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب في أداء تلك الرسالة في إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين. من جانبه أعرب المستشار دكتور حنفي جبالي أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا كاملا بين المجلسين وفق الضوابط المنصوص عليها في الدستور على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن كافة السلطات والقطاعات ستعمل معا من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 الطموحة والتي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية والتطوير لمصر الحديثة. وعقب انتهاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس، قال رئيس مجلس النواب إن بيان الحكومة يعكس رؤية طموحة لمصر 2030، وهي الرؤية التي وجه بها الرئيس السيسي الحكومة وهي محل الاهتمام لجميع المواطنين. أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على بيانه الذي ألقاه عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، ذلك البرنامج الذي يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030 للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي الرؤية التي وجه بها سيادته الحكومة لوضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع محل الاهتمام اليوم من جميع مواطني مصر، والذي يمثل حجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقاً لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر، وهو ما حرص ويحرص عليه دائما بأمانة وإخلاص في أفعاله قبل أقواله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستجابة لنبض المواطنين وبتواجده المستمر بين أبنائه العاملين في جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة الواعدة التي حققت وتحقق وسوف تحقق بإذن الله الخير والنماء في كل ربوع مصر. كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في بيان الحكومة أمام مجلس النواب أن الحكومة تعاملت على تجنب المصريين تبعات جائحة كورونا. عمر هذه الحكومة وهو العامين والنصف، منهم عام وهو العام الماضي والذي تعون جميعا أنه كان من أصعب الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية جمعاء، وهو العام الذي شهد ظهور جائحة كورونا. وبالتالي فإن الحكومة المصرية بالتنسيق مع مجلسكم الموقر عملنا معا سويا على تجنيب مصر والشعب المصري الآثار شديدة السلبية التي رأينا العالم كله يعاني منها خلال نفس الفترة. وبالتالي فإن عمر هذه الحكومة وهو العامين والنصف، منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة في التعامل مع جائحة قاسية وما زالت تلقي بظلالها على العالم كله. ويتكون برنامج الحكومة من 5 أهداف استراتيجية، وهي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، فضلا عن النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. برنامج الحكومة مصر تنطلق، الأهداف الاستراتيجية حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. الهدف الاستراتيجي الأول
حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، الاستقرار الأمني، الأمن المائي، الأمن الغذائي، أمن الطاقة. الهدف الاستراتيجي الثاني بناء الإنسان المصري، ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تأكيد الهوية العلمية، تدعيم الرياضة البدنية للشباب، توفير الرعاية الصحية الشاملة. الهدف الاستراتيجي الثالث التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، توفير الموارد التمويلية اللازمة، تحسين إدارة المالية العامة للدولة، تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، التنمية السياحية والموانئ الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومي. الهدف الاستراتيجي الرابع النهوض بمستويات التشغيل، تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنمية المهارات البشرية، دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية. الهدف الاستراتيجي الخامس تحسين مستوى معيشة المواطن، ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، معالجة الفجوات التنموية، تطوير خدمات الإسكان، تطوير المرافق العامة، عدم التمييز النوعي، التحسين البيئي. وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن البنتاغون لم يتلقى أي معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ولفت في سلسلة تغريدات إلى أن البنتاغون يفحص ويدقق عناصر الحرس الوطني الموجودين في واشنطن لتأمين مراسم حفل التنصيب. يأتي بيان ميلر بعد ساعات من إفادة رئيس الحرس الوطني في العاصمة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرس القوات المشاركة في تأمين مبنى الكابيتول لمنع أي تهديدات من الداخل. تحقق سلطات إنفاذ القانون الأمريكي فيما إذا كانت سيدة من ولاية بنسلفانيا قد استولت على حاسوب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء حصار مبنى الكابيتول. وبحسب وثيقة تم إيداعها محكمة جزئية أمريكية، فإن السيدة المتهمة كانت تعتزم إرسال جهاز الحاسوب إلى صديق في روسيا خطط بدوره لبيعه إلى جهاز المخابرات الروسي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتوجيه الوكالات الأمريكية إلى إعطاء الأولوية لإبعاد الطائرات المسيرة الصينية الصنع من الأساطيل الحكومية. وأصدر ترامب توجيهات لجميع الوكالات بتحديد المخاطر الأمنية الناجبة عن وجود طائرات مسيرة صنعتها شركات صينية أو دول أجنبية أخرى تعتبرها الولايات المتحدة خصوماً لها داخل أسطول الطائرات الحالية للحكومة. أصدرت السيدة الأولى الأمريكية ميلينا ترامب رسالة وداع في وقت تستعد لمغادرة البيت الأبيض، وأشارت إلى أن العنف لا يكون أبدا الحل، وذلك بعد أيام على شن أنصار للرئيس المنتهي ولايته هجوما عنيفا على مقر الكونغرس وأوقع 5 قتلى. أضافت أن السنوات الأربع الماضية شهدت العديد والعديد من التحديات، ووجهت الشكر لعائلات العسكريين وعناصر الفرق الطبية الذين يكافحون وباء كورونا وجميع الذين يقدمون المساعدة لضحايا إدمان المخدرات. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنها لن تطبق قرار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب برفع الحظر المفروض على دخول القادمين من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تغريدة على تويتر قالت جين ساكي التي ستتسلم مهام المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تعتزم رفع هذه القيود لتعزيز تدابير الصحة العامة والحد من تفشي كورونا، مشيرة إلى أن تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحورة أكثر عدوى حول العالم يجعل الوقت ليس مناسبا لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي.
قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو وتخفيف أحكام اليوم الثلاثاء، وهو آخر يوم كامل له في منصبه. صرح مصدر بأن البيت الأبيض عقد اجتماعا يوم الأحد الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو، وكشف مساعدون لترامب أن الرئيس الأمريكي كان يركز بشكل استثنائي على عدد من أعضاء حملته الانتخابية. تجددت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في العاصمة تونس وعدة محافظات، واستخدمت فرق خاصة لمكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، بينما رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية. وتشهد العديد من المدن التونسية ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة احتجاجات عنيفة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن التونسي تهيمن على مشهد الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في العاصمة تونس ومدن أخرى بالتزامن مع ذكرى الثورة. ووسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد مؤكدا على حق الشعب في العمل والحرية وفي الكرامة الوطنية، لكنه حذر من أن هناك من يسعى بكل الطرق إلى توظيف الشباب والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى. حابب نتوجه للشعب التونسي كله، معنا نعرف الفقر، ولكن نعرف شكون اللي قاعد يتاجر بالبؤس والفقر بتاعه. ما تخليه حد يتاجر بالبؤس، ما تتعرضوا لحد لا في أرض ولا في مال ولا تتعرضوا للأملاك بتاع الناس. كذلك أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أن هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ودعت موسي السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في تلك التظاهرات، معربة عن اعتقادها بأن ما حدث هو جزء من جريمة منظمة تهدف إلى ضرب الاستقرار في تونس، متهمة رئيس حركة النهضة الإخوانية بأنه يحاول استغلال الأحداث في محاولة منه لرئاسة البلاد. وفي الوقت الذي قررت فيه وزارة الدفاع التونسية نشر الجيش في بعض المناطق، أعلنت الداخلية اعتقال مئات الأشخاص على خلفية الاحتجاجات، أبرزهم مجموعة من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، تقوم بحرق الإطارات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية. وجاءت هذه الاحتجاجات على إثر إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 12 حقيبة، بينها حقيبة الداخلية والعدل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس أبو بكر الصغير المحلل السياسي. سيد أبو بكر، أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. إذن هناك مناخ سياسي مضطرب، وضع اقتصادي متأزم جدا في تونس منذ فترة، كيف تؤثر هذه الأحداث على كل هذه الأمور في رأيك؟ أعتقد أن تونس تعيش لحظة فارقة في مسيرة الانتقال الديمقراطي. من المفارقة أنه في الوقت الذي يرتقب تحتفل في البلاد بالذكرى العاشرة لثورتها، نرى أن الأمور تعود إلى نقطة الصفر، بل بشكل أحد، لأن الاحتجاجات والاعتصامات اليوم تعم تقريبا 22 محافظة من بين 24 محافظة تضمها البلاد، وهي تنتشر وفي شكل تصاعدي خطير جدا. والمشكل الأخطر أن لا توجد أي أطراف في إمكانها قادرة أن تهدئ هذه الأوضاع في الظرف الراهن، باعتبار أزمة الثقة الحاصلة بين المنظومة الحاكمة والشعب الذي ترقب حوالي عقد من الزمن في انتظار تحقيق آمال رفعها ذات يوم شتائي يوم 14 يناير 2011، وكان يأمل أن تكون أوضاعه أفضل بشكل كبير مما كانت عليه الأنظمة السابقة، ولكن التونسيون يرون أن حالهم تزداد
وأن يساعد السوق، والفقر ينتشر بشكل كبير، وينضاف عليها اليوم هذه الجائحة التي تصيب الناس وعجز الدولة. طيب سيد أبسطها، سيد أبو بكر، هناك اتهام لبعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة بمحاولة استغلال مثل هذه الظروف الاقتصادية ومحاولة استغلال هذه الاحتجاجات أيضا، وهناك أيضا إشارة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه هناك طرف يحاول استغلال أزمات الشباب. يعني كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟ كيف تقرأها؟ وإذا كان هناك بالفعل طرف، فمن هو في رأيك؟ أنا أعتقد أن الأمور خرجت من سيطرة الجميع، بما في ذلك حركة النهضة التي تحمل اليوم المسؤولية السياسية كاملة باعتبارها الحزب الحاكم الأغلبي منذ تقريبا 10 سنوات، وهي التي تمددت على الحكم على مؤسسات الدولة كما هو واضح وباين للجميع، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية الأم، وهي التي تدفع ثمن ما آلت إليه أوضاع التونسيين. وأعتقد أن الأمور هي ترتقب حلا من باب المعجزة، لأن الوضع كما أشرت هنالك أزمة ثقة، لا أحد قادر أن يتوجه إلى الشعب اليوم ويطمئنه ويزرع فيه حلما جديدا بأن غدا يمكن أن يكون أفضل. اليوم التونسيون بالفعل انتهى صبرهم وقد أيسوا من أي أمل أو إصلاحات من هذه الحكومات الفاشلة التي تعاقبت على البلاد. أخيرا أستاذ أبو بكر، يعني كان في نموذج الحقيقة رائع وجيد جدا في تونس جرى في الانتخابات الرئاسية اللي العالم كله كان بيتابعها، وكان في احترام وتقدير لهذا النموذج بدرجة كبيرة جدا. ما الذي حدث من وقت هذه الانتخابات وحتى الآن أوصل تونس إلى هذه المرحلة؟ هل هي مشكلة في تصارع الأحزاب، مشكلة في الحكومة ذاتها؟ ما الذي حدث في رأيك؟ هو الصراع والتنافس حول كرسي السلطة وتنازع نفوذ بين الرئاسات الثلاث بما ترك الأوضاع تؤول إلى ما هي عليه اليوم، ولا أحد اهتم أو انهمك إلى حاجيات الشعب. فاليوم باين واضح أنه الذي تتنازع حول الصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأن الصراع بدأ علنيا بل في الشارع يعلمه كل المواطنين، وهذا أثر بشكل كبير على الوضع وعلى الاستقرار السياسي بالبلاد. وأعتقد أن كما أشرت أن المسؤولية في هذا الأمر تعود إلى هذه النخبة الحاكمة التي عجزت، وهنالك مطالبات اليوم لا بد أن تنسحب وتترك الأمر إلى استحقاق انتخابي آخر بإمكانه أن يصعد فريقا حكوميا قادرا أن يقول ينقذ البلاد من هذا الانهيار الذي يتواصل يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لك أبو بكر الصغير المحلل السياسي من تونس. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية لازالت تعاني من تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شؤونها الداخلية، ومحذرا من خطورة ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته والتي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن عبر الفيديو كونفرنس حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، أشار أبو الغيط إلى أن المنطقة العربية تعاني مثل غيرها من أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة جراء استمرار جائحة كورونا وما نتج عنها من تراجع في النشاط الاقتصادي. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط. ولفتت الخارجية الإيرانية في معرض ردها على بيان الترويكا الأوروبية إلى أن إنتاج معدن اليورانيوم يأتي ضمن تنفيذ قانون برلماني، وشددت الخارجية الإيرانية على أن إنتاج المعدن لا يتعارض مع معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي واتفاقيات الضمانات، داعية الدول الأوروبية إلى وقف التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، ومشيرة إلى أن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم لتلبية حاجة المرضى من الأدوية المشعة بأفضل جودة. أعربت ألمانيا عن أسفها تجاه قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سفينة روسية تشارك في تنفيذ مشروع خط أنابيب نورد ستريم للنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
وقالت الخارجية الألمانية أن الولايات المتحدة اختارت الحكومة الألمانية ببدء سريان العقوبات اليوم الثلاثاء في إطار قانون التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات والمعروف اختصارا باسم كاتسا. حصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ثقة مجلس النواب بأغلبية 321 صوتا مقابل 259. جاء فوز كونتي بالثقة رغم انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي من الائتلاف الحاكم. ضرب زلزال قوته 6.8 درجة غرب وسط الأرجنتين وتلا ما لا يقل عن 5 هزات ارتدادية، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اهتزاز العديد من المنازل والمباني، كما ترك نشاط الزلزال تصدعات في الطرق. وقال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه يقع على بعد 40 كيلومتر جنوبي مقاطعة سان خوان. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 878 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل خروج 498 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123,491 حالة. دعا عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعا مجلس وزراء الصحة العرب لوضع خطة متكاملة لتوفير اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا لكل الدول العربية. شدد على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن، ودعا إلى حشد الدعم والموارد اللازمة لمساعدة الدول العربية الأقل نموا والدول العربية التي تعاني من أزمات وصعوبات في توفير وإيصال هذه اللقاحات. كما طالب رئيس البرلمان العربي بإنشاء لجنة طوارئ عربية مؤقتة تتولى مسؤولية التنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الخطة واقتراح السياسات الملائمة للتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ تتعلق بتوفير وإيصالات اللقاحات المعتمدة أو تنتج عن استخدامها. حذرت وزارة الصحة العراقية من وجود مخاطر تتعلق بارتفاع الإصابات بسبب موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون أشد فتكا من الموجة الأولى. وبحسب الصحة العراقية فإن الوضع الوبائي لم ينحسر بعد، مشيرة إلى استمرارها بالتنسيق مع الشركات المنتجة للقاح لتوفيره بأسرع وقت ممكن. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 95.13 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم. وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 236,471 حالة وفاة. تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، وذلك في ديسمبر من عام 2019. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وحتى أدانوم خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة حتى الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات المضادة لكورونا بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن أسلوب أنا أولا لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا. كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 11,369 ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2 مليون حالة إصابة. كما أظهرت البيانات أن ألمانيا سجلت 989 وفاة جديدة بالفيروس، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 47,622.
سجلت روسيا 21,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، لذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3,612,800 إصابة. في المقابل 66,623 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 586 حالة وفاة جديدة. بدأت البرازيل حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا بجرعات من لقاح من شركة سينوفاك الصينية. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 23,671 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8,512,000 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 210,300 حالة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أكثر من 4 ملايين شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده تتقدم بشكل جيد في خطة اللقاحات. وأكد جونسون أن الوضع فيما يتعلق بكورونا سيكون مختلفا للغاية بحلول الربيع، مع تسريع بريطانيا برنامج التطعيم لحماية الفئة الأكثر ضعفا من المرض. سجلت إسبانيا 84,300 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة الماضي، مما يرفع من العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 2,336,451 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة 455 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 53,769 وفاة. وقد أكدت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع إلى 689 من بين كل 100,000 شخص من السكان. تعهد وزراء مالية منطقة اليورو بمواصلة الدعم المالي لخطط التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا ومنع تفاقم الاختلالات الاقتصادية في التكتل الأوروبي. وقال رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهي إن المباحثات الأوروبية تأكدت التوافق القوي على استمرار الدعم وتنسيق العمل الجماعي بين الدول الأوروبية يتخطي أزمات تفاقم الديون والقدرة التنافسية والتوظيف. كشفت تقارير ألمانية عن توجه بعض الولايات إلى إيداع مصابي كورونا الرافضين العزل المنزلي في السجون، وذكرت التقارير أن هذا الإجراء يهدف للحد من انتشار الفيروس، والمزيد في هذا التقرير. لم تقتصر تحذيرات الحكومة الأوروبية من الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا على تجديد القيود والإجراءات الاحترازية وحظر التجمعات والانتقالات، بل امتدت إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، خاصة مع رافض الحجر الصحي بإيداعهم في السجون. صحيفة دي فيلت الألمانية كشفت أن عدداً من الولايات بدأت في اتخاذ خطوات لإيداع مصابي كورونا الرافضين للعزل المنزلي في السجون، مشيرة إلى أن حكام الولايات يعتبرون أن ذلك ليس إجراءً عقابياً، بل للحماية من انتقال عدوى كورونا. وأضافت تقارير ألمانية حملت عنوان سجون كورونا أن هذه الإجراءات ستسري على الأشخاص الذين يتجاهلون الأمر الرسمي بعزل أنفسهم لفترة من الوقت بسبب إصابة محتملة أو فعلية بفيروس كورونا، وأن إيداع هؤلاء في السجون سيكون وفقاً لأمر قضائي لفترة معينة من الوقت. وتعد ولاية ساكسونيا أولى الولايات الألمانية التي أعلنت عزمها فتح مؤسسات عقابية لإيداع رافض الحجر الصحي من مصابي كورونا فيها. وأشارت وزيرة الصحة في الولاية بيترا كوبينغ أن مثل هذا الإجراء سيكون الوسيلة الأخيرة لمواجهة تفشي الوباء. كما أعدت ولايات عدة أماكن للمصرين على رفض العزل مع تخصيص خدمة مدنية لرقابتها،
وفي نظر الكثيرين تعتبر ألمانيا قدوة في أوروبا على صعيد احتواء فيروس كورونا، غير أنها تعاني بشدة بسبب تفشي الموجة الثانية خصوصا في شمالها مع ظهور سلالات وطفرات جديدة للفيروس. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من إصداره السنوي تحت عنوان آفاق مستقبلية، الذي يناقش أبرز الاتجاهات الرئيسية المتوقعة خلال العام الجديد. وصرح أسامة الجهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز بأن تلك الرؤى والتحليلات يشارك في طرحها نخبة متميزة من كبار المفكرين والباحثين والمحللين من داخل مصر وخارجها، وتضم شخصيات بارزة تشغل مناصب رفيعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي في مجالات متنوعة. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الإصدار في إثراء النقاش الفكري حول أبرز الاتجاهات المتوقعة خلال عام 2021 واستشراف الفرص والتحديات وكيفية مواجهتها. أطلق خريجو الأكاديمية الوطنية للشباب اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وتقديرا منهم لفضل الشهداء. وفي أعقاب انتخابات استمرت لأكثر من 11 ساعة كمحاكاة جريئة للواقع السياسي، تم اختيار اسم الشهيد المنسي كلقب للدفعة من بين 150 اسم آخر. أقيمت قافلة طبية علاجية بمنطقة مرسى حميرة وأبرق وحلايب، حيث تم الكشف وصف العلاج أكثر من 300 مواطن، كما تم إجراء 30 فحصا معمليا و42 أو 42 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. وأيضا تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. بمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره، أهدت وزارة السياحة والأثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهدتها مركبة أثرية لنقل المواد البريدية صنعت عام 1870. كانت هذه المركبات ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصري على سبيل الإعارة. الآن وقفة مع أخبار الاقتصاد. ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي القادم. هذا وأكد الملا خلال الجمعية أهمية التوسع في مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة. وأوضح أن هذا الأمر من شأنه تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعي. قالت وزيرة التجارة والصناعة إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار. أضافت الوزيرة أن الواردات شهدت تراجعا كبيرا بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد على نجاح جهود الدولة في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية. شهد السيد القصير وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة وشركة الريف المصري بشأن توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع 1.5 مليون فدان. وصرح وزير الزراعة بأن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لدعم المستفيدين من أراضي مشروع 1.5 مليون فدان، وأشار إلى أن الهدف أيضاً التوسع الأفقي لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مجتمعات متكاملة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تضع خبراتها الفنية في المجالات التنموية للمستفيدين بالمشروع والعمل على رفع كفاءاتهم الفنية الزراعية ليصير أسباب النجاح لهذا المشروع القومي. والآن هذه وقفة مع أخبار الرياضة، والبداية من بطولة العالم لكرة اليد. اسمحوا لي أرحب بكم جميعا في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة تؤكد من خلالها أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا. خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام السويد بنتيجة 24-23 في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما على الصالة المغطاة بالسد القاهرة في ختام مباريات الدور التمهيدي بمونديال اليد ليتأهل المنتخبان إلى الدور الرئيسي. كان المنتخب الوطني قد فاز على تشيلي ومقدونيا، كما فاز منتخب السويد على نفس الفريقين. تقام اليوم 7 مباريات ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد، نتابعها في العرض التالي. أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد عن تقديم الخدمة الطبية ل 141 فرد من الوفود المشاركة في البطولة خلال فعاليات مباريات الجولة الثانية. أوضح المتحدث باسم اللجنة خالد مجاهد أنه تم إجراء 1562 تحليل لفيروس PCR كورونا المستجد لجميع الفرق والمشاركين في البطولة خلال ال 24 ساعة الماضية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس الوزراء الأردني في عمان ويؤكد التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين. البنتاغون ينفي رصد أي تهديدات داخلية قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. إصابات كورونا في العالم تتجاوز حاجز 95 مليون إصابة، والوفاة تقترب من 2.5 مليون. في الختام محيط علم السادة المشاهدين أن التردد إكسترا نيوز الجديد 11785، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.